تراجع كبير لقطاع الصحة في العراق، من نقص في المستشفيات والمعدات إلى نقص الطواقم الطبية التي فضل معظمها الهجرة خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات والابتزاز. يقابل ذلك هجرة العراقيين للخارج من أجل العلاج الذي لا يجدونه في بلدانهم. مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهرياً تذهب من جيوب العراقيين إلى دول الخارج من أجل العلاج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم. والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يعيش واقعاً مريراً نتيجة ارتفاع ثمن العلاج وعدم توفر أجهزة ومعدات طبية متطورة قادرة على علاج الأمراض المستعصية، فضلاً عن فضائح الفساد المتتالية في وزارة الصحة. وعود السوداني بإصلاح القطاع الصحي لا تجد لها أي صدى على أرض الواقع، فحكومته التي تفاخرت بترميم مستشفى الكاظمية سرعان ما افتضح أمرها بصور الواقع المؤلم للمستشفيات الحكومية نتيجة الفساد الذي لم تسلم منه أي مؤسسة حكومية في البلاد. صور أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين، ومستشفيات وصفت بمسالخ للموت على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. عراقيون لا يثقون بمستشفياتهم، متزاحمين بشكل غير مسبوق على الرحلات العلاجية المتجهة نحو بلدان الخارج، تزامنا مع التراجع المتزايد في الخدمات الصحية والطبية في البلاد، وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية.